وفي حياة كريمة، نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية السبع أبار الغربية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم توقيع الكشف على 500 مواطن. دمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمة الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية. الاهتمام بكل مواطني الشعب المصري في كل النجوع والعزب والتوابع للوصول لكل المرضى طبقا لتكليفات السيد الرئيس وطبقا لمبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية. ونوعد أهالينا في محافظة الإسماعيلية بالوصول لكل القرى في كل القرى والنجوع والتوابع داخل محافظة الإسماعيلية. القافلة تشمل تخصصات عديدة، ودي تقديم الرعاية الطبية لأهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة. وطبعا دي مش أول قافلة بتيجي القرية، وطبعا احنا متواجدين النهاردة لتسجيل أي صعاب وأي طلبات تحتاجها القافلة.